تبييض النحاسة من المهن السورية النادرة والتي عم تنقرض مع الزمن لأسباب كثيرة، منها الظروف اللي عم بتمر فيها سوريا بشكل عام. نعم هاني، بس في من لجأ إلى الأردن وجاب معه هالمهنة الجديدة على السوق الأردنية. يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو السيد نبيل الشعور، حرفي سوري يمتهن تبييض النحاس. أهلا وسهلا فيك أستاذ، تفضل. أهلا وسهلا فيك، صباح النور. صباح الخير، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الله يبارك فيكم يا عمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، والله الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك يا رب. أهلا. يعني بالبداية لو تحكي لنا عن امتى بلشت هالمهنه، شكله هاي مهن بتكون قديمه ابا عن جد، الواحد بياخذها وراثي. اي وراثي، هاي وراثي، هاي يعني نحن اخذينها من الوالد الله يرحمه، والوالد اخذها من والده كمان. يعني عمره شيء 200 سنه. قلنا البدايه وقلنا كيف بلشت وكيف تعلمتها، اشرح لنا البدايه. يعني الواحد ظروف الحياتيه، نحن عرف شلون تعلمنا المسرحه، هي كانت اصعب من هيك كمان. يعني بدايتها كانت على المروحه وعلى الحطب. انا في عندي يعني شو اسمه، اذا بتحب تفرجينا تفرجيكم. لا هلا بالموبايل ما رح نقدر استاذ نبيل. نعم اذا بتعملون ما مشكله. انا بفرجيك اياهم لك بس انت بتلخصهم تبعهم. اكيد هلا سيد نبيل بدي اسالك، انت من وين؟ من سوريا. انا من حمص. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا سيد نبيل. طيب هاي المهنه لما انت كنت بحمص كان في كثير ناس بيشتغلوا فيها؟ والله كانوا بالبداية هاي الصور صور. نعم. بالبداية هني كانوا كتار. نعم. بعدين القرض شوي شوي بأسباب إنه طلع البلاستيك والألمنيوم. نعم. شلون اللي أثر عليهم والإيشان، وهو هذا يعني اللي بيعرف إنه بالنحاس. نعم. بيعرف قيمة النحاس، ما بيترك النحاس، مهنة البياض. نعم. يعني بالنسبة لك أستاذ نبيل أحسن النحاس من الألمنيوم، الألمنيوم والبلاستيك. نعم، لأنه النحاس هذا بيعمل شو اسمه، بمانع أي مرض. هذا تطبخ بالنحاس بيعطي مناعة لأي مرض، بينما الألمنيوم بيعطي اللهم عافينا داخل مرض. كيف المادة اللي معك؟ مرض السرطان عدم. نعم. كيف المادة معك؟ بالطريقة اليدوية يعني كيف عليه بيشتغلوا فيها بالطريقة اليدوية. اليدوية. نعم. 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 من عندنا المواد، يعني عندنا لك المواد إذا تفضل. تفضل. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. المواد القصدير. نعم. القصدير نشادر. نعم. قطن، يعني نحن بنمسك بإيدنا القطن. روح الملح، انتم بسموهن روح النار. والتوتي. حلو. هدول المواد اللي بدها كلها تكون مع بعضها مشان يطلع البياض النحاس. نعم. طب بدي اسالك سيد نبيل، كان في اهتمام كثير بخصوص هذا الموضوع التبييض، يعني مثلا حدا بالبيت عنده مجموعه نحاسات، مثلا بحمص لما كنت. نعم. انت وين كنت؟ بالسوق المسقوف؟ بالسوق المسقوف. نعم. لما كانت الناس مثلا تجيب كثير تهتم بقصه التبييض، ما في عيلة ما عندها من المعلقه وانت طالع لفوق المعلقه بيجوا ببيضوا عندك بالصحون. نعم. الصحون كانت صغار مثلا، هلا بحطوا صحون بلاستيك، شفت الزيتون واللبنه ولا كانوا كله بالصحون الحوث بحطوهم. والطناجر طبعا، انت الاطباخ جرب طبخ رز طنجره نحاس وطبخ رز بطنجره الومنيوم شوف الفرق معك. الفرق بالطعمه ولا الفرق بالشكل؟ والفرق باللون. حتى باللون الاكله الطبخه، باللون الرز بيختلف. لون الرز بيختلف عن لون ال حلو 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 شو اسمه بالالومنيوم. بالالومنيوم بظل ابيض. بالنحاس بيعطي صفور، لانه حراره بنطبخ الرز على حراره النحاس. النحاس حتى ياخذ حراره النحاس تفرق شوي حتى الرز شو اسمه. تمام. بينما بالالومنيوم راسا بيلزق لزق. حلو الخبره هاي. إيه؟ طب استاذ نبيل، انت لما جيت على الاردن. نعم. هل هالمهنه فرقت مع الاردنيين؟ لانه في الاردن هون ما في كثير هذه المهنه تبييض النحاس، فانت كيف اندمجت وكيف بلشت وكيف عرفوك يعني؟ هلا انا جيت طبعا الواحد الحاجي، احنا الحاجي. نعم. جينا وصرت انا مثلا اسال هيك تعرفت على واحد ابوه بيعرف بالمصلحه. حلو. نعم. ابوه يعني عن خبره ابوه بيعرف بالمصلحه هاي، قال لي بعمل لك شو اسمه، يعني العده بسيطه يعني ما بدها شيء، طاوله شلون عباره عن غاز، بغاز كبير والمواد يعني. قال لي شو اسمه جربنا، وفي بيعرف كم مطعم هون بالاردن. نعم. صاروا يبيضوا عنده، قال لهم بيض حلاوه بيض كذا،
طناجر كذا شو وصبابات قهوه تبع التمر هندي، دول كلهم بيشتغلون. نعم. وهلا يعني حاليا عم بتزاول هاي المهنة؟ عم زاولها بس مو على طول، يعني تقريبا بشهر رمضان اكثر شيء بصير الحركه على المطاعم. نعم. بصير شو اسمه مبيض للحلات يعني. قد ايه صار لك بعمان؟ هلا والله صار لي شيء 3 سنين. صار لك شو احكي لنا عن حمص، شو بتتذكر عن حمص؟ شو بدك في احلى من هو حمص؟ هو حمص لحاله بكفي. هو حمص عرفت هي شو بتتذكر بهيك يعني بهيك لحظات هلا؟ والله بتحصر الواحد، بتحصر على ايامه شلون، ايام حمص ايام الحلو يعني. استاذ نبيل، انت زبوناتك اذا هن تبون المطاعم يلي بيجوك مثلا بموسمك هو برمضان وهيك، طب نعم. يعني زبوناتك هدول ما في حدا من السوق يعني بتحس انه يعني الزبائن بشكل عام الناس عم تستخدم هالشيء او بتيجي لعندك لحتى تطلب هالشيء؟ طبعا في هلا وقت بيكون مثلا اي اي حي ما هي هاي المهنه بتلفت النظر لانه قليله يعني بيصير بيسال عن النحوس عرفت شلون، وفي عالم بتستغليها يعني انه الموضوع بيستغليه شوي بيستغلوه. نعم. انه لا بقول لك انا هاي الطنجره بدي بينك اشتريها حقنا. احنا استاذنا ما بدنا تنقرض المهنه، كثير مهنه حلوه وان شاء الله. هي مهنه حلوه ان شاء الله انه بتضل متابعين. انا جيت على المقابله انا مشان ايش؟ مشان ضل هالمهنه بزهن الناس ان شاء الله. اكيد يا رب اكيد اكيد, أكيد. لسه عم تتواصل مع اصدقاء اللي كانوا بيشتغلوا بهاي؟ في عندنا صديق هلا هون بيشتغل بالدق نحوس نقش عرفت شلون. يلا ان شاء الله ان شاء الله هيك نرجع كلياتنا على حمص وترجع تفتح محلك ان شاء الله. الله يبارك فيك ونرجع نشوف هاي المهن التقليديه كلها. الله يبارك فيك. بدي اشكرك كثير السيد نبيل شعور، شكرا كثير. الله يسلمك يا رب. شكرا اهلا وسهلا فيك.